خلينا الآن ننتقل إلى الاستعارة. طبعا الاستعارة هي مشابهة لعملية البيع، مع الاختلاف يمكن أنه نضيف اسم المستعير، يعني مستعير الكتاب، يعني الكتاب، وإضافة إلى ذلك تاريخ الاستعارة، بداية الاستعارة ونهاية الاستعارة، إضافة للبرايس، السعر. فنفس الجدول السابق اللي احنا عملناه، نفس الديتا، نفس الفكرة، ولكن هنا احنا راح نضيف حق الجديد، كولوم جديد هو خاص في يعني نهاية الاستعارة. بدل ان يكون التاريخ فقط واحد، راح يبدي لنا تاريخ بداية الاستعارة ونهاية الاستعارة مع البرايس. اذا خلينا نتجه على التيبلز وننشئ تيبل جديد. اذهب على الاي دي، وبعد ذلك على البروبرتيز، واخلي هذا بترو حتى مقدار الزيادة يكون بواحد ات ابرايمري كي. بنفس الطريقة السابقة خليه يكون نفس الاسماء. في البداية راح يكون عندك البي نيم، بعد ذلك مثلا يكون عبارة عن البي تايتل، انتر، مثلا عندك بي ديت، طبعا هذا ديت 1 يعني بداية الاستعارة، بي ديت 2 نهاية الاستعارة، واخر شيء راح يكون عندك هو البرايس اللي هو يمثل لك السعر. البرايس هو اللي راح يمثل لك السعر. طيب الان بالنسبه الى نوع البيانات، فهذا يكون عن انفار كار 50. اوكي، اخذ كوبي وانزل على الكل البي ديت، حتى يمكن انه تجعل يعني التاريخ هو عباره عن انفار كار، ما في اي مشكله. اوكي، احنا بالاساس راح نحول الى سترينج. بالنسبه للبرايس فهو راح يكون عباره عن انتجر اور فلوت. خلينا نعطي اسم لهذا التيبل، نعطيه اسم بورو، يعني تيبل بورو بي نقول مثلا تي بي بهذا الشكل، ونختصرها بي او تي بي بي او. بعد ذلك ابديت داتابيس. الان خلينا نتجه الى السي ال، يعني برزنتيشن لاير، واضيف كلاس جديده، هذه الكلاس اسميها كلاس بورو بي او ار، انتر، وهنا نجلب مجال الاسماء يوزنج سيستم دوت داتا، سو يوزنج سيستم using system dot SQL client. الآن خلينا نتجه على السيل وأخذ اللو داتا إضافة لهذا، أخذ كوبي وأرجع مرة أخرى على ال POR وأضع paste بهذا الشكل. طيب نحتاج انه نضيف نيو ستور بروسيجر. اذهب على السيرفر اكسبلورر ستور بروسيجر واد نيو ستور بروسيجر. خلينا نعطي اسم لهذا ستور بروسيجر PR load POR بهذا الشكل. طيب بالنسبة للبارامتر ما نحتاج بارامتر، return delete as select، select طبعا نعمل select all from tb po بهذا الشكل. اخذ هذا copy، اوكي نحذف هذا بهذا الشكل ما نحتاجه طبعا، اخذ هذا copy واعمل update database، وبعد ذلك ارجع على الكلاس بي ار او واضع الاسم بيست بهذا الشكل. الان اسيب العمل. الان اتجه على الافارة مين، وبعد ذلك اتجه على مثلا على الاستعارة، على البيع، واخذ هذا كوبي بهذا الشكل، ثم بعد ذلك ارجع مرة اخرى على الاستعارة واضع بيست مثل ما هو موجود.
طيب هذه هي نفسيته، هذا هنا راح نغيره إلى مثلا POR، نحتفظ بهذه الكلمة POR، وهذا هنا راح تكون عندك الاستعارة. بعد ذلك بالنسبة للload data هو راح يكون عندك bcell.load. إذن خلينا يعني نصعد للأعلى عند البارشيال كلاس وأخذ انستانس، هذا أخذ كوبي بهذا الشكل، أنزل الأسفل أضع paste وأقول هو عبارة عن البورو طبعا of instance of pro. الآن هذا راح أسميه pro و راح يكون هو عبارة عن new main por، أخذ كوبي وأضعه بيست هنا. That's good. إذن خلينا ننزل إلى الأسفل ونذهب بصورة مباشرة إلى عملية الاستعارة. الآن أغير هذه إلى pro dot load، بالتالي هي نفس الـ يعني الـ void اللي إحنا عمل أو الميثود اللي إحنا عملناه. بعد ذلك خلينا، هذا هو تسلسل نفسيته، هذا راح يكون عندنا اسم المشتري وليس اسم الكتاب، هذا اسم المشتري. وبعد ذلك راح يكون عندك اسم الكتاب، وهنا هنا بداية الاستعارة، وهنا راح تكون عندك نهاية الاستعارة. اوكي سو اخذ هذا كوبي أضع بيست، وذلك أغير الإندكس إلى 5 وأضع البرايس، راح يكون هنا عندك هو السعر، سعر الكتاب أو سعر عملية الاستعارة. بعد ذلك ما في أي شيء، ما في أي مشكلة عندنا. الآن أضع أخذ هذا كوبي بهذا الشكل مع الأكسبشن طبعا، وأرجع مرة أخرى على الفورم بروبرتيز، أروح على الأفار أمين FRMain إلى الأحداث الخاصة في حدث الأكتيفيتد، وهنا أنا راح يضع عندك طبعا نعمل بيست، هذا هو آخر واحد طبعا، هذا else if state is sold. إذا ننزل للأسفل هذا الأكسبشن وهذا خاص بالإف إف state، بنقول له هنا إف، تقدر تاخذ else if ما في أي مشكلة. أوكي ناخذ state equal to PRO، ذلك أضع بيست بهذه الصورة. الآن خلينا نعمل start ونشاهد النتائج. الآن ذهب على الاستعارة. اوكي ذاتس جود. إذا عندنا تسلسل اسم المشتري، اسم الكتاب، بداية الاستعارة ونهاية الاستعارة مع السعر، طبعا لما تكبرها راح يكون عندك بهذه الصورة. ونفس الشيء انت طبعا هنا لما يعني تعمل activated فهو مباشرة راح يبدي يحدث.